معي للحديث عن الرواية والإبداع في معرض الكتاب وعن أعمالها المستوحاة من التاريخ المصري الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني الحاصلة على جائزة الدولة في التفوق وجائزة نجيب محفوظ عن رواية أولاد الناس. الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني روائية مصرية وأستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية، رواياتها عن التاريخ المصري لفتت أنظار النقاد وحصدت العديد من الجوائز في السنوات الأخيرة، من بينها جائزة نجيب محفوظ وجائزة الدولة في التفوق، ونالت شهرة كبيرة كأكثر الروايات مبيعاً في معرض الكتاب. تخرجت ريم بسيوني في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعملت كأستاذة ومحاضرة أكاديمية في بعض الجامعات المصرية والأمريكية. بدأت مشوارها الأدبي عام 2005 برواية رائحة البحر، وفي عام 2007 صدرت روايتها الثانية الدكتورة هناء، وفي عام 2009 صدر لها رواية الحب على الطريقة العربية، وصدر لها بين أعوام 2010 و 2017 روايات بائع الفستق التي فازت بجائزة أفضل عمل مترجم في الولايات المتحدة، وروايتي أشياء رائعة ومرشد سياحي. وفي عام 2019 صدرت روايتها ثلاثية أولاد الناس عن عصر المماليك، ثم سبيل الغارق، الطريق والبحر، وأخيراً أحدث أعمالها القطائع ثلاثية ابن طولون. كما صدر للدكتورة ريم بسيوني العديد من الكتب العلمية في اللغة عن أشهر دور النشر الأوروبية والأمريكية.